فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حفلتنا وشهادوين لغو قدون سيني أرديكا كلا سعودية مدرسة ولاشي سيد بن ثابت إيا مدرسة قبلها خديجة بن خويدة أكو ذي لحرد قحوتيغ إفو حرير نالال مدارسة قارسة سلام إيا خديجة إيا وحاكسو قيب قلع علمات دين تاردي والدين إيا بلشيد قيبوه ذاك لدوان وحانا لو دافري. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أرديد أيها قاتل شهادة سريع مدرسة وحين الدريان كوضا فرحادة موجيين حنكا قلن جيبين يا مدرسة معهد زيد بن ثابت الإسلامية ماشان حمود علنينا معلمين تينا يوم معلمين مدرسة سلام وحن كمي دحي أرديد كتخرجيسة معهد زيد بن ثابت وفرع كأه مدرسة سلام انتا كدب وحنو مهان نقينا معلمين تانا ذي وجهدي نوسو بحيي ان الله سبحانه وتعالى كابال مريو انا مغايغا نستاه عبد الرشيد امهد علنيا معلم والدين تيدا مركز سدحانا وحان امهد علنيا معلمين تيدا وحي سو بري ان وحان هي دفعه كواد او تخرج مدرسه خديجه وحان روا ان ان سي جله جامعه الى هر جامعه وحان لا الحمد لله مغايغا حالي رضا عن طريف عبد الله ودفعه كواد كقرن جبنيسو مدرسه ان حمزه فرع خديجه marka waadi mar labaad waan ku mahadsanahay marka koowaad ilaahay u mahadcelin marka labaad macallimiinteedii igu soo bixiyay juhdiga marka saddexaad waalidinteeda aan u mahadcelin waa ka socda madrasada khadiija marka waadi mar labaad waxaan u mahadcelinaya macallimiinteeda iyo waalidinteeda isoo waxbaray waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ahay ardayda ugu horeysa dafcada koowaad oo qaata shahaadada khadiija. شيخ بشير يوسف إسماعيل ما مولاها مدرسة قبلها حرادة إيفو يديقيس مدرسة ولاشة سيد بن ثابت شيخ مصدفى شيخ محمد أيا كور بحيار ضيدة أفلاح ضيئة وحيابها بارتين إنا هنو نقول الدفعة دي أغهر السيدة قادتها شهادة خديجة متخويلة في قارسة آدي أدبان أغو بحنين نوها اللي انبضنا وان ده بس عني وجعلنا أرضادي مانتا عند وحسوب بريني إن شهادة قاتين أدبان أغو فرحسنا هاي أرضادنا أدبان أغو دعينينا جزاهم الله خير سيدا رب نبي وحق الصبحين نتيجة في عن بيقاتين أرضاد وحي صوبت المواد فربضنا إلا فصل كهذا تخرجي وشهادة قاتين إلا لبية اللباطن ما دو قادنا يا وحاكم إذا مادة حديثك مادة تفسيرك مادة فقهك هي مواد تاريخ موادك له وحا أرضاد سنة تخرجتي تروضا إلا انتهي نسقال إلا باطن أرضي وويلة الأه مدرسة خديجانا